شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد نظرة أمل. النهاردة معنا نظرة أمل جديدة، تحدي جديد. معنا أحد من الناس المحترمة جدا، الخلوقة جدا جدا جدا، الأبطال برضه جدا جدا جدا. معنا الدكتور أحمد المحص، مدرس بكلية الآداب جامعة دمنهور ورئيس اللجنة التنسيقية لشؤون متحدي الإعاقة بالبحيرة، المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة بالبحيرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قول بقى يا دكتور ولا يا كابتن. والله اللي تشوف حضرتك، أنا بحب كابتن أكتر، يعني أنا بحب الرياضة يعني بتجري في دمي يعني. شرفتنا وبجد يعني شرف لينا اللي احنا قاعدين مع الدكتور احمد المحص. ده الشرف ليا يا فندم والله. يعني بطولات جمهوريه بطوله افريقيا، بطوله العرب، يعني حاجات كتير قوي، بس احنا عاوزين نبدا حياتك من اول. تمام. هو طبعا حياتي بدات زي ما بتبدا حياه معظم الناس من متحدي الاعاقه بعقبات وعراقيل. يعني اول عقبه كانت قابلتني في حياتي هي مرحله التعليم. عند بداية التحاق بالمدرسة الابتدائية كان هناك رفض من مدير المدرسة للتحاق بالمدرسة، وده بدعوى ان انا مش هنفع في التعليم. والدتي ربنا يديها الصحة في دمنهور، ربنا يديها الصحة، ساعد بكل ما تملك من قوة وقال لها خلاص انا عايز موافقة وكيل وزارة. قالت له جيب لك موافقة الوزير، وراحت بالفعل جابت موافقة وكيل وزارة والتحقت بالمدرسة. نفس المدير اللي كان رافض دخولي بالمدرسة الابتدائية قابلني بعد نتيجة الثانوية العامة. على فكرة أنا بعد نتيجة الثانوية العامة أنا كنت التحقت، بس أنت حضرتك نطيت نطة جامدة برضه. لما أنا جاي حضرتك بالتدريج، بس أنا بقول لك يعني بربط الأحداث ببعضها. هو أنا لما خلصت ثانوية عامة أنا التحقت بكلية الطب. طبعا. يعني أنا كنت الأول على إدارة دمنهور التعليمية وليا ترتيب على مستوى الجمهورية ودخلت كلية الطب. فقابلني في يوم النتيجة قدرا وقال لي عملت إيه؟ قلت له أنا الحمد لله نجحت وإن شاء الله هقدم طب. بكى وانا عارف دموعه دي معناها ايه، معناها ان انا كنت هدمر مستقبل حد كان هيبقى نموذج كويس او يعني عساه ان يكون يعني في المجتمع مصر. المهم انا التحقت المدرسه الابتدائيه والحمد لله من ساعه ما بدات الدراسه وانا دايما في تحدي بيني وبين نفسي. انا في نقطه كده فيا مش عايزه تتسمى غرور، انا بحب اكون الافضل في المكان اللي موجود فيه، يعني دي كده حاجه في طبيعتي يعني. على فكره معظم متحدي العاقه كده. معظمهم. تمام. بجد يعني. واحارب ان انا اكون شيء جميل جدا أفضل. يعني فكنت الاول في المرحله الابتدائيه والاول في المرحله الاداريه وحتى الاول على اداره دمنهور التعليميه في المرحله الثانويه في القسم العلمي، والتحقت بكليه الطب. لكن لظروف معينه، هي بلدنا بقى اللي بتحكم علينا بكده، يعني نظام الدراسه ما كانش متماشي مع ظروف الصحيه. فاضطريت ان انا احول لكليه اداب على اساس انا هقعد فيها سنه وبعد كده احول سياسه واقتصاد. على فكره انا اول مره اعرف ان انت كنت دخلت كليه الطب الاول. لا، دخلت الطب تقريبا وقعدت فيها حوالي اسبوعين، لقيت نفسي مش متماشي بصراحه مع نظام الدراسه هناك فحولت كليه اداب، وزي ما قلت لحضرتك بهدف ان انا اروح بعد كده سياسه واقتصاد، بس خلاص كان نصيب، واللي بيختاره ربنا دايما بيكون هو الخير للانسان. وكملت في الاداب وتخرجت والتحقت بالسلك الجامعي والحمد لله انا دلوقتي مدرس اللغه بكليه الاداب جامعه دمنهور. في الفتره ده كلها ما كانش في عقبات بقى من مدرسين مثلا، من بعض الزملاء؟ بصراحه لا، يعني هو مفيش عقبات من اشخاص. هو للاسف الاعاقات بتكون او العقبات بتكون من هيئات، من روتينيات، يعني اشياء من هذا القبيل يعني. وانا على فكره انا بصمم على تسميتها محسن بجد يعني. لما المفروض الدوله فعلا يعني المفروض الدوله ده هي اللي تحث على ذلك. وهي اللي تضع القوانين لازاي ترعى متحدي الاعاقه. نعم. مش نعرقلهم. فعشان كده انا التسميه حتى متحدي الاعاقه، الناس مفكره ان انا بقول متحدي الاعاقه هي الاعاقه الجسديه. لا، الاعاقه دي هي العراقيل والعقبات اللي بتوضع امام هؤلاء الاشخاص. الناس متخيله يعني بقول كلمه لا تجملا مثلا، لا نهائي ابدا. انا بقول يا جماعه انتوا اللي بتعقوني. يا دوله انت اللي بتعقيني. انا بتحدى اعاقتكم انتوا مش اعاقتنا. والله يا استاذ محسن في كمان حاجه خاصه بالتعليم حابب اقولها في هذا السياق. انا جات لي منحه من الجامعه الامريكيه. هو كان في نظام كده معين كان معمول بيه، بيختاروا اعلى 350 مجموعه على مستوى الجمهوريه وبيعملوا لهم تصفيه، بياخدوا افضل 10 بيعملوا لهم بيدوهم منحه مجانيه. انا كنت من هؤلاء العشرة، بس لجهلي بنظام الدراسه في الجامعه الامريكيه وما كنتش اعرف يعني ايه جامعه امريكيه بصراحه، وكان كل حد بيقول لي كلمه في اتجاه معين فاهمني،
فلقيت الدنيا مشوشه، قلت على ايه، انا في كليه طب خلاص خليني في كليه طب. يعني انا قصدي اقول ان احنا لما بنخش في تنافس وفي تحدي مع اي حد، الحمد لله احنا بنثبت كفاءه، لان احنا جوانا طاقات كامنه محتاجين نطلعها من جوانا. طب استاذنك في بعض الصور ممكن تعلق لنا عليها؟ اه طبعا طبعا، اتفضل. حضرتك في المكتبة ولا في مكتب بتاع حضرتك؟ لا في المكتبة. دي بعد الصور خدها، يعني ده بقى ابن حضرتك. ده ابن الكبير اه محمد. شفت لسه بوست من يومين كده عليه. اه ده بقى دي انا وكنت في زيارة لمدرسة النور للمكفوفين، انا وزوجتي الاستاذة اماني خضر في زيارة لمدرسة المكفوفين، وده الاستاذ ضياء مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية على خطى المصطفى. تمام. هذه الصورة اه دي مسنين دار المسنين دي بقى. اه في دار المسنين بالظبط، في احتفالية الأم المثالية بدار المسنين مع فريق من الشباب، فريق جميل جدا اسمه كعب داير. تمام. وكنت كان ليا شرف الحضور معاهم في هذه الاحتفالية، ودي زوجتي على فكرة الأستاذة أماني خضر. اه دي الحاجة بقى والدتك الوالدة بقى الخير والبركة. و يعني وجه لها كلمة كده على الهوا كده. طبعا أنا والدتي مهما أقول من كلام مش هوفي حقها، يعني هي صاحبة الفضل في اللي أنا فيه حاليا. لما حاربت وصممت ان انا ادخل المدرسه وساعد بكل ما اوتيت من قوه عشان اكمل تعليمي واكون النموذج اللي انا موجود دلوقتي معاكم فيه. دي تكريم من حمله مبادره شكرا للاستاذ ابتسام الصعيدي، ودي اعتراف بجهودي في خدمه القضيه. تمام. ده في الاتحاد النوعي. اه في تكريم الاتحاد النوعي للابطال متحدي الاعاقه الحاصلين على المراكز الاولى في الجمهوريه. اه دي بقى مش عايز اقول لك بقى، يعني دي شريكه العمر وحياتي وروحي وكل حاجه، وشريكه الكفاح والنضال واللي تكبرت العناء بشكل كبير جدا وشقاء كبير جدا عشان تتحملني في ظروفي. يعني يكفي ان انا بقول لحضرتك انا في معسكر بعيد عن البيت. أيوة. ربنا يكرمها ويديها الصحه، هي السبب والدافع الرئيسي ورائي في هذا التفوق. زوجتي الاستاذه اماني خضر. نعم عايزك توجه لها كلمة. عايز اسمعها. انا بقول لها يعني بجد مهما اقول انا مش هوفيك حقك. انت انسانة عظيمة، انسانة جميلة بكل معنى الكلمة، انسانة وقفت معايا بقوة وبصراحة يعني بتدفعني دايما وبتشجعني وبتحفزني، وساعات في امور كتيرة جدا اكون متردد هي اللي تلاقيها عاملة لي البوش، وهي اللي بتساعدني بتوفر لي الجو المناسب جدا عشان اتفوق واجتهد وما الى ذلك. مستحملاني يعني بصراحة بقول مستحملاني، لان انا ارتباطات كتيرة جدا وانشغالات كتيرة جدا وقلما تجد حد يستحمل يعني الجو. عشان الارتباطات الكثيرة يعني ايه الاتحاد النوعي ده؟ هو الاتحاد النوعي هو كيان يعني بيهدف الى خدمه او تقديم خدمه لمتحدي الاعاقه، خدمه من نوع مختلف. تمام. هو نشر الثقافه الايجابيه، تعريف متحدي الاعاقه بدورهم وواجباتهم، تذليل العقبات ليهم عن طريق يعني ايه التواصل مع المؤسسات الحكوميه. تمام. فهي خدمه من نوع مختلف بتتقدم لذوي الاعاقه، يعني هي مش خدمه ماديه، هي خدمه معنويه ونفسيه. يعني كده. طب ده الاتحاد النوعي. طب اللجنه التنسيقيه لشؤون متحدي الاعاقه برضه يعني نفس الموضوع؟ لا هي مش نفس الموضوع، هي الفكره ديت او اللجنه ديت كانت فكره اقترحتها انا وبعض الزملاء، اخص بذكر منهم الاستاذ سعيد عدوي، الاستاذ محمد السيد، الاستاذ السباعي، الحاج صبحي، الاستاذه منال، الاستاذ احمد الشبيني. احنا كنا بعد الثوره حاولنا نقدم خدمه لمتحدي الاعاقه او نشوف ايه مشاكله، فطرقت لنا فكره ان احنا نعمل حاجه اسمها لجنه تنسيقيه، وفي ال 15 مركز اداري في البحيره يكون لينا مندوب من كل مركز نجتمع معاه نصف شهريا ونشوف هو ده بيكون على تواصل مع متحدي الاعاقه في مركزه، فيفلتر لنا المشاكل اللي بتواجه متحدي الاعاقه في المركز ده، ونجتمع بشكل نصف شهري مع هؤلاء المناديب وناخد منهم المشاكل واحنا نفلترها ونشوف القضايا العامه، وبنجتمع مع المحافظ كان الله يمسيه بالخير بقى الباشمهندس مختار الحملاوي، كان من الشخصيات الفاضله الداعمه لقضيه الاعاقه بشكل كبير جدا. كنا بنجتمع شهريا معاه وكان بيحضر معانا القيادات التنفيذيه من وكلاء الوزاره ومديرين المديريات، وكان اي مشكله بنلاقي لها حل فوري. دي فكره ربنا. اللجنه التنسيقيه. تمام تمام. احنا قبل ان نتطرق للرياضه عاوزين برضو نشوف يعني قبل الرياضه بقى يعني فيه بعض القوانين او بعض المشاكل اللي حصلت مؤخرا، يعني موضوع قطع المعاش. نعم. ده يعني عملتوا فيه ايه في اللجنه التنسيقيه للمتحدي الاعاقه؟ والله يا فندم هو في القانون في شويه بلبله، يعني احنا خلينا هو ليه يعني البلبله ما بيجيش الا لما متحدي الاعاقه؟ انا ما اعرفش يعني القضيه دي في ايه، هقول لحضرتك. احنا دعينا
لجلسات استماع في مجلس النواب كم يعني اشخاص مهتمين بالقضيه في صيف 2016. تمام. وعملنا جلسات المحافظات كلها على مدار 4 ايام ناقشت قانون، مقترح قانون لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه. المقترح ده كانت مقدمه للدكتوره هبه هجرس، وخلاص ناقشنا القانون وعدلنا بعض المواد واضفنا بعض الاضافات وحذفنا بعض الاشياء، وهيئ لينا ان هو ده القانون اللي هيخرج للنور. تمام. لقيته حاجه ثانيه. من 3 اسابيع بشكل غامض جدا تم الاعلان عن ان القانون ده مش هيقبل، وهيطرح قانون الدكتوره غاده والي. معرفش ليه. فلما جينا بنكلم الاشخاص النواب المجلس قالوا ايه؟ قالوا احنا عملنا مقارنه بين القانونين واخدنا الافضل. قلت لهم لا معلش، هو الموضوع لازم يطرح لنقاش مجتمعي. لا معلش، انتوا مين برضه؟ ما هو يعني احنا اصحاب القضيه. ايوه احنا الشارع. والمفروض دستوريا لو تم اقرار القانون ده بدون مناقشه وبدون حوار مجتمعي بقى هو في شبهه دستوريه. تمام. فشبهه عدم دستوريه. فاحنا بنطالب بان القانون بتاعنا احنا اللي نناقشه، وده حقنا وده حق اصيل لينا احنا طبعا. كاشخاص ذوي اعاقه من حقنا نناقش القوانين اللي بتتكلم عنها او اللي بتخصنا بالظبط. يعني انا مش هتكلم في قوانين في المواد كلها، لكن هخص بالذكر بعض الايه بعض المواد. قبل ما اتكلم في المواد، في مشكله قطع المعاش بتاع الضمان الاجتماعي. قبل المعاش قد ايه اصلا؟ بيتراوح من 280 ل 380. تمام. لما انا بعملها بعتبرها 321 اللي شائعه ديت. تمام. 320 جنيه. اه. ايه هم يعني انت بتقطع، هم ايه اصلا عشان تقطعهم؟ تمام. ثم ان في نقطه، احنا لما كلمنا او لما وصلنا صوتنا وتم مخاطبه الوزيره غاده والي، قالت ان بياخدوا سيارات مجهزه. فاللي بيجيب سياره مجهزه ده فكرها، ده بيكون مرفه وما الى ذلك. يا سياده الوزيره، عاوز اقول لها ان العربه دي عشان اعرف اتحرك بالظبط. السياره المجهزه بالنسبه للشخص ذو الاعاقه هي من الضروريات وليست من الرفاهيات. هي مش رفاهيه اطلاقا. انا اعرف ناس بتستلف عشان تجيب العربيه لاولادها، اعرف ناس بتبيع اراضي، بتبيع ارض، حته الارض ممكن تكون اللي ملكه عشان يجيب السياره المجهزه لابنه. السياره لا تنم عن رفاهيه بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه، هي بمثابه جهاز تعويضي. انا عشان امشي محتاج جهاز، محتاج كرسي متحرك، عشان انتقل من مكان للتاني محتاج سياره مجهزه. السياره المجهزه مش رفاهيه، السياره المجهزه ضروره من ضروريات الاشخاص ذوي الاعاقه. فقطع المعاش بالشكل ده بصراحة هو قطع، أنا بوصفه بأنه تعسفي، إجراء أو قرار تعسفي، ولا بد من مراجعته، ولا بد من طرحه للنقاش في مجلس النواب اللي مش عارف سكت على الموضوع ليه. تمام. لازم خطوات إجرائية تتخذ في هذا الموضوع، ويرجع الحق تاني لأصحابه، لأن الأشخاص دول ما بيشتغلوش. ده مشكلة في حاجة، ده في الوقت اللي إحنا منهم طالب إن ياخدوا معاش حد أدنى للأجور. ده أضعف الإيمان والله أضعف. يعني أنا دايماً بتكلم كده، المفروض ياخدوا معاش حد أدنى. يعني حد ادنى يقول 1200 ده حد ادنى. نعم. ياخدوه. نعم. لا ده حقهم يا فندم، ما بقولش الكلام ده خالص، وبالعكس بقول لحضرتك يعني كمان بينص القانون على ان المفروض نسبه 5%، تطبيق نسبه 5% في المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه وقطاع الاعمال وقطاع الخاص. هذه النسبه غير مفعله، وفي كتير جدا، شريحه كبيره جدا من الاشخاص ذوي الاعاقه لا يعملون، وليس لديهم مورد للرزق، وليس لديهم دخل الا المعاش ده اللي اتقطع عنهم دلوقتي. يعني في ناس دلوقتي بلا دخل. طب دول يروحوا فين؟ طب دول يعيشوا ازاي؟ ومع على فكره احنا متطلباتنا اكتر من متطلبات كتير من الاشخاص العاديين. أيوة أيوة. تمام. يعني انا مش عايز اقول لك احنا مصاريفنا كتير جدا جدا، مجرد الانتقال بالسياره. شوف تاخد دي سياره اجره عشان تيجي بس مدينه الانتاج الاعلامي عشان تقول كلمتك وتقول اللي انت عايز تقوله. تمام. شوف عربيه راح جايبه قد ايه بالظبط، وغير كده مصاريف كتيره جدا. فانا رجاء من المسؤولين والقائمين على القضيه اعاده النظر في هذا القرار. هذا القرار ظالم ظالم ظالم، وشريحه كبيره جدا تضررت منه. السيارة المجهزة يا أستاذ محسن أنا بأكد تاني ليست رفاهية، السيارة المجهزة ضرورة من ضروريات الأشخاص ذوي الإعاقة. نتطرق بقى للرياضة بقى. طب معلش بدخل في الرياضة بس معلش. يعني في كمان أنا بأكد على نسبة 5%. يعني إيه 5%؟ مش مفعلة. أقولها للناس بشكل سريع. لو المصيبة الأكثر كمان. المصيبة يعني يقول لك إيه؟ بيشغلك ويخليك قاعد في البيت ويديك نص أجر. تمام. أو الأساسي. تمام. أنت إيه يا عم أنت؟ معلش أنت. أنت إيه؟ هو هم تناسوا إن العمل مش بقيمته المادية بس، بقيمته المعنوية. أنا إنسان فاعل. أنت لما تقول لي اقعد في بيتك أنت بتحطمني معنويًا وبتحطمني نفسيًا. تمام؟ لا أنا محتاج أشتغل، محتاج أحس إن أنا إنسان منتج. محتاج أحس إن أنا إنسان بيعمل حاجة لبلده، بيعمل حاجة لمجتمعه. خليني أشتغل. وعاملني زي أي شخص، ولو أخطأت عاقبني، ولو قصرت عاقبني. تمام. وشوفني هعمل معاك إيه. أنا تعاملت مع منظمات كتيرة جدًا يا أستاذ محسن، كانوا بيقولوا لي أرشح لهم أشخاص ذوي إعاقة يشتغلوا، وبعد كده قالوا لي شكرًا. شكرا ان انت جبت لنا ناس عايزه تشتغل، ناس فعلا طلعت طاقات ما كانتش باينه للناس كلها،
تمام، احنا جوانا طاقات يا جماعه، طلعوها، احنا جوانا تحدي كبير جدا، لا استغلوه بشكل ايجابي. لا ازاي نستغلها ليه؟ ما احنا ممكن ندفنها. للاسف للاسف هو ده يعني اللي برضو بيحصل. كنت ماشي في يعني موضوع اللي احنا يعني ان احنا بنتحدى الناس دي، يعني بنتحدى ذوي الاحتياجات الخاصه. بص لقى واحد رامب كده معمول في محطه قطر محترمه، واحد قافل الرامب. يعني احنا بنقول عاوزين نساعد الناس دي، تيجي انت يعني بتعطلنا للاسف. وحتى الرامب لما فكره الرامب بتتعمل، ده لما بتتعمل ده لما بتتعمل ده نادرا يعني، ايوه بيتعمل بقوانين بمقياسات غير هندسيه يعني، كده تلاقي رامب عامل كده، طب اقطع عليه ازاي ده؟ يعني احمد ربنا يا عم مش انا عملت لك رامب. اقطع عليه ازاي ده؟ ده حتى لو حد زقني من عليه. انا تعرضت لهذا الموقف، كان حد بيطلعني رامب وقعت، اتقلبت كده، لان الرامب منحدر جدا، ده لا ده ليه زوايا معينه، لا اسمه كود هندسي، توفير كود الاتاحه، ده من ضمن البنود بتاعت الاتفاقيه الدوليه اللي مصر مصدقه عليها، توفير كود الاتاحه. فاصل اتفضل مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. معنا الدكتور احمد المحص، مدرس بكليه الاداب جامعه دمنهور، وبطل مصر وافريقيا والعرب في لعبه تنس الطاوله. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا. خلاص يعني وصلنا للرياضه دلوقتي. نعم تمام. بس انا ليا معلش يا استاذ برضه تاني معلش معلش هي دي انا بصراحه انا جاي هنا عشان اتكلم عن حقوق الناس ديت مش رياضه بأمانة. والله رياضه ماشي ما فيش مشاكل، بس انا مسؤول عن الناس ديت انا فاهمني، فمعلش من خلال منبرك الاعلامي. اتفضل انا بس يعني انا مش هتكلم في كل حاجه، انا هتكلم في الحاجات الملحه. نسبه 5% يا استاذ محسن، انا بنبه المسؤولين لازم ياخدوا موقف، وموقف جريء. النسبه مش مفعله، القانون بينص على ان اي منشاه حكوميه كانت او قطاع خاص او قطاع اعمال او شركات قبضه، انا بقول كل اللي بيزيد عدد العاملين فيها عن 50 لازم يبقى 5% منهم من ذوي الاعاقه. يعني لو في منشاه فيها 100 يبقى 5 من ذوي الاعاقه. ده مفهوم كلمه 5% عشان الناس تفهم، عشان الناس تفهم. تمام. طيب هل الكلام ده مفعل؟ مش مفعل، لان في القانون القديم العقوبه ما كانتش رادعه، 100 جنيه على الحاله المخالفه. لا انا بطالب ان العقوبه تكون رادعه، تكون 100000 جنيه. مش هقول لا لا والله بجد يعني، انا هقول لا ما هو عشان تبقى رادع. اصل 100 جنيه ايه ولا 1000 جنيه ايه، خلينا نقول حاجه جميله انت حضرتك قلت من شويه، الحد الادنى مش كده؟ يبقى عدد اللي بيمثل 5% وليكن مثلا هم 5 ولا 10 في الحد الادنى اللي هو 1200 في 12 شهر. تمام. دي تبقى العقوبه سنويا. ساعتها هيضطر ان هو يشغل ذوي الاعاقه، وساعتها مش هيندم، ده هيعرف ان انا عملت خير كبير قوي، وفي نفس الوقت انا شفت ناس بتعمل انتاج غيرهم ما بيعملوش. يعني انا دي بنادي بيها نسبه 5%، شريحه كبيره جدا من ذوي الاعاقه ما بيشتغلوش ما بيعملوش، ودي نقطه مش كويسه. النقطه الثانيه كود الاتاحه، الاتاحه المكانيه، يعني انا عشان اجي لازم اطلع سلالم ومش عارف ايه، وهطلع الدور الثالث والرابع والخامس وما الى ذلك. طب اعمل ايه؟ طب انا محتاج اعتمد على نفسي، وفر لي ما يسمى بكود الاتاحه اللي الدوله مصر مصدقة عليه سنة 2007. معلش المضحك المبكي مضحك المبكي يعني انا دلوقتي رايح لمكتب تأهيل. حلو. اسمه مكتب ايه؟ تأهيل. ده ذوي الاحتياجات الخاصة. اروح عليه مش في الدور الاول. طبعا. طب انت يعني انت بتعامل مين؟ يعني انت بتعامل مين بالظبط؟ طب انا قلت على حاجة، احنا لما ناقشنا حكاية الكود الاتاحة وقلت يا جماعة لازم نطبق كود الاتاحة، فطبعا كان المحافظ المختار الحملاوي والله يمسيه بالخير كان مجمع القرارات التنفيذية، فقالوا لي ايه؟ طب المباني قديمه واحنا مستلمينها كده. قلت لهم نفكر في حلول بديله. من ضمن الحلول البديله اعمل مكتب لخدمه ذوي الاحتياج الاعاقه في الدور الارضي. يعني انا رايح مثلا اخلص ورقه من مديريه الصحه مثلا في الدور الخامس ومفيش اسانسير، طب اعمل ايه؟ طب ما تعمل لي مكتب تحت في الدور الارضي ادخل له، ده اسمه مكتب خدمه ذوي الاعاقه، اقدم له الطلب بتاعي وهو يخلصه. ادي حلول بديله، بس احنا للاسف ما بنفكرش في حلول بديله. في زميله من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت رايحة تعمل فيش، تعمل بطاقة، تغير بطاقة، تعمل فيش أو حاجة، كم أسبوع كده. تمام. برضو المكاتب في الدور الثاني مصرين إن هم يطلعوها. طب ده كمان إيه؟ ده شال الرباعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والدها شالها وطلعها عشان تعمل فيش. اسمع بقى ده، شوف بقى يعني حتى موظف الفيش بقى، اسمع بقى ده النكتة بقى. المضحك المبكي يعني. في إيد ده إيد من إيديها مقفولة يعني. افتحي ايدك، انت ما بتفتحيش ايدك ليه؟ ده ايه ده؟ تمام. هو يعني احنا للدرجه دي ما احناش عارفين نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه؟ ايوه بالظبط. احنا عايزين نتاهل، والله احنا عايزين دورات تاهيليه كلنا. بالظبط. يعني وانا اقولهم كلنا دورات تاهيليه عشان نتعامل ازاي مع ذوي الاحتياجات الخاصه. دي كانت ماده في القانون اللي احنا ناقشناه، كانت موجوده.
تأهيل وتدريب الأشخاص المتعاملين مع ذوي الإعاقة. لازم يؤهل نفسيا قبل التعاملات تمام. لازم نفسيا يعرف يتعامل ازاي مع الأشخاص دول. دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ محسن، فعلا حضرتك أثرتها. كمان حاجة يعني تلاقيه مثلا إيه، عامل لي أسانسير، جميل، مبنى طويل عريض وحط فيه أسانسير. قبل الأسانسير تلاقي إيه؟ بتاع 10 سلمات. طب ماشي، طب أنا طلعت 10 سلمات. تيجي تخش الأسانسير الكرسي ما يدخلش. أيوه. الباب قد كده. إيه ده؟ طب طالما أنت عملت فكرت في فكرة الأسانسير، طب ما تعمله بشكل كويس بقى، بشكل واسع يتسع للكرسي المتحرك. تمام. طب معلش عشان الوقت للاسف تمام. الشديد وقت الحلقه يعني بيمر سريعا سريعا. نعم. ودايما الاوقات الجميله يعني الله تمر سريعا يعني. الله يبارك. نتطرق للرياضه بقى. نعم. يعني سريعا كده بدات امتى؟ انا بدات رياضه سنه 92 ومارست الرياضه، وكنت اول بطوله طلعتها اخذت ثاني جمهوريه. اول بطوله تاني جمهوريه؟ اول بطوله اخذت ثاني جمهوريه. وكنت طبعا كان بياخد اول في وقتها طبعا الاعاقه فئات، يعني مش كلنا بنلعب مع بعض عشان الناس. أيوة أيوة ده أيوة. دهب مش عارف وده جاب دهب ازاي. لا ده كلاس 2، ده كلاس 3، ده كلاس 4. انا حاليا بلعب فئه الاعاقه 2 كلاس 2. فكان بطل، كنت ساعتها كنت كلاس 3 ساعتها، كان بطل العالم وبطل مصر كان الكابتن يوسف سليمان من بورسعيد. تاني ياخد هو اول وانا تاني، هو اول وانا تاني، لغايه مثلا مده 7 8 سنين لغايه ما ربنا اكرمني واخدت انا ايه اول وفزت عليه في النهائي. طبعا ساعتها بقى كنت داخل على جواز بقى ومش عارف ايه، فبطلت. قعدت 7 سنين بلا ممارسه، بقيت عامل زي الفيل كده تخين قوي كده وبتاع وعضلاتي بقى ومش عارف ايه. فقلت لا انا لازم ارجع ولو على سبيل الممارسه. تمام تمام. رجعت واصدقائي كلهم قالوا لي مش هتقدر ترجع تاني زي الاول. اخدتها تحدي. ايوه. والحمد لله بقيت بطل الجمهوريه وطلعت ولعبت بطولات افريقيا وبطولات دوليه طب انا شفتك في بطوله الجمهوريه. نعم. الاسبوع الماضي. استاذ مخرجنا يعرض هذا الفيديو وتقول لي ده كان يعني انت وصلت ازاي للمرحله دي دلوقتي يعني. الفيديو قدامنا على الشاشه. مين كان معاك بقى؟ ده كابتن عصام، عصام محمود، ده من مؤسسة الحسن. ده كان صعد للمباراة النهائية معايا. تمام. ودي كانت المباراة النهائية، كنت أنا أخدت أول مجموعة ولعبت قبل النهائي مع كمال الرشيدي. وصعدت للنهائي لعبت مع مصطفى. بس كانت أنا حاسس كانت المباراة سهلة شوية. هو الحمد لله وأنا يعني ولا عشان تدريبك؟ يعني انت اتمرنت كويس تدريبه كمان خبره يعني. هو لسه عصام لسه يعني ايه مش هو لعبه دي مع فكره، بس كان بطل فتره ورجع بطل فتره. بس الخبره بقى والمشاركات بس اللعبه جميله والمشاركات الدوليه وكده، فهي اللي بتدي الانسان الخبره يعني. شيء جميل جدا ان يعني الواحد يعني رياضه دراسه جامعه منظمات مجتمع مدني انا انت بتلاقي وقت. اقول لحضرتك حاجه، هو احنا كلنا البشر كلهم جواهم قدرات وطاقات يعني تستدعى وتستنفر وقت الحاجة، بس للأسف احنا مصممين ما نستغلهاش. لا احنا جوانا لما نحط في زنقة بنطلع حاجات. يعني انا ساعات بعمل حاجات كتيرة جدا وبعد ما اخلص اقول انا عملت كده ازاي، مش انا اللي عملت ده، عملت حاجات كتيرة جدا الحمد لله. انا ما مرتاحش الا لما احس الاحساس ده. انا وقتي كله مشغول، كله مشغول رياضه وزي ما حضرتك قلت ومجتمع مدني ودراسه وتدريس وجامعه، يعني الحمد لله وقتي مشغول وانا حابب ده، ما بحبش ابدا الوقت يعدي كده هباء يعني. لابد ان استغل الوقت استغلال سليم. دلوقتي احنا اخذناك من المعسكر منتخب مصر. نعم. انا جاي حتى بالزي الرياضي. يعني انت حضرتك مستاذن من الكابتن ساعتين. والله تحب تقول لي زمايلك ايه في المعسكر دلوقتي؟ وجههم لي كلمه كده. والله احنا اكيد بيتفرجوا علينا دلوقتي. كنا عملنا اجتماع امبارح مع الكابتن محمد صبري المدير الفني الجديد للمنتخب. كان اجتماع جميل جدا. اكدنا على روح التعاون ان احنا كلنا ايد واحده، كلنا عايزين نرفع اسم مصر عاليا. احنا طبعا ان شاء الله مسافرين البطوله الدوليه في سلوفينيا في شهر مايو ان شاء الله. يعني عاوزك بقى نعمل لقاء سريع كده هناك في المعسكر كده مع منتخب مصر يعني. ان شاء الله باذن الله. فتعهدنا جميعا ان احنا نرفع اسم مصر عاليا. معلش تسليم الميداليه الذهبيه. ودي دكتور حياة خطاب رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه. وده اثناء التكريم. دي الميداليه الذهبيه، خدت المركز الاول الحمد لله. طب كلمه اخيره برضو كده لذوي الاحتياجات او ذوي القدرات الخاصه عشان نختم اللقاء. تمام. انا بتوجه لهم واقول لهم كلمه مهمه جدا. عشان نغير واقع متحدي الإعاقة في مصر لابد من تغيير ثقافة ذوي الإعاقة تجاه أنفسهم أولا
وتجاه المجتمع ثانيا، وتغيير ثقافة المجتمع ونظرة المجتمع تجاه ذوي الإعاقة. بالشكل ده احنا هنضمن ان الدنيا هتبقى كويسه. غير كده صدقني يا استاذ محسن الدنيا هتبقى وحشه. احنا مش عايزين ثقافه الاستجداء، لينا حقوق نطلبها واحنا رافعين راسنا، ما نروحش نتذلل. مش عايز فكره ان انا عشان انا من ذوي الاعاقه فمشيني بدري او اديني كميه عمل قليله، انا مش عايز كده. انا عايز نثبت للناس ان احنا لا، ان كان الشخص اللي مش من ذوي الاعاقه هياخد 10 انا هاخد 20 ككم عمل، تمام؟ لا، انا بتحدى وانا بتكلم بالنيابه عن معظم ذوي الاعاقه اللي هم فاهمين انا بقول ايه. القله القليله بيسيئوا للاسف، بيسيئوا في كل الاتجاهات. اشكرك جدا دكتور احمد وشرفتنا النهارده، وكان نفسي الوقت يطول يعني. معلش انا بس كلمه اخيره بوجهها لوالدتي. ماشي، اتفضل. بقول لها شكرا على اللي عملتيه معايا، وبوجه كلمه لزوجتي الاستاذه اماني خضر، بقول لها معلش استحمليني، انا متقل عليك وانت فعلا الدافع اللي بيدفعني في الحياه. دكتور احمد اشكرك، وبجد يعني انا مبسوط جدا ان حضرتك جيت النهارده وشرفتنا. طيب، واشكر الجميع متحدي الاعاقه وذوي القدرات الخاصه. شكرا جدا جدا جدا. العفو يا فندم. اشكر الدكتور احمد المحص، مدرس بكليه الاداب جامعه دمنهور، وبطل مصر وافريقيا والعرب في لعبه تنس الطاوله لذوي القدرات الخاصه. مشاهدينا الكرام، هكذا الوقت مر سريعا. اشكركم لحسن متابعتكم، والى ان التقي بكم الاسبوع المقبل اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين العالم بقلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. شايفين العالم بقلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله.